ولمناقشة تفاصيل مؤتمر سوتشي ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. سيد غزوان، مرحبا بكم. مؤتمر سوتشي ينهي أعماله ببيان ختامي ينص على تشكيل لجنة دستورية. تعتقد أن تشكيل لجنة معناها التسويف والمماطلة سيد غزوان؟ يعني هي نوع من تجميل الفشل لا أكثر ولا أقل. يعني سبق أن أكدنا أنه مؤتمر سوتشي ليس أكثر من مسألة كرنفال تستعرض فيه بعض الوجوه القميئة مع الأسف. يسعى الروس من خلاله للتأسيس لمسار مختلف كليا عما توافق عليه المجتمع الدولي في جنيف كمسار للحل للصراع في سوريا. تسعى روسيا من خلال هذا الأمر لإعادة ترميم بنية النظام وإعطائه مسحة تجميلية وإعادة تأهيله وإكساب شرعية جديدة له. هذا الكلام الحقيقة لن يتحقق في سوريا، يعني لن يكون هناك سلام ما دامت روسيا تسعى لترسيخ هذا النظام رغم إرادة السوريين فوق رقابهم. هذا الكلام لن يكون ذو جدوى، ومؤتمر سوتشي كما شهدنا جميعا اليوم أصيب بفشل ذريع. اللجنة الدستورية هي محاولة لتجميل هذا الفشل. مع ذلك مسار جنيف كان أيضا يتحدث عن سلة البحث في الدستور وإلى جانب سلال أخرى. سيد غزوان، يعني ما هو الجيد؟ نعم. طيب ما سيد هو غزوان، ما هو الجديد يعني؟ أي طبعا سوتشي. آسف للمقاطعة، لم يكن هناك سلام، أخذ هذه العبارة من فيك سيد الكريم. اليوم قتل شخص وأصيب ثلاثة بجروح بقصف جوي على مدينة إدلب السورية. ما فائدة هذا المؤتمر أمام الدماء السورية سيد غزوان؟ تماما. يعني روسيا والنظام السوري لم يلتزموا أصلا بمقتضيات اتفاقية خفض التصعيد، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني، تصعيد القصف على المناطق اللي هي أصلا ضمن مناطق خفض التصعيد يراد منه إرسال رسائل للطرف المعارض الرافض لمؤتمر سوتشي أنه من لا يعني يدخل في هذا السياق سيدفع الثمن، وهذا هو الثمن اللي عم يدفعه الشعب السوري من دمه الحقيقة، لحتى يعني في مسعى روسيا لتركيع الشعب تجاه سلطة نظام الأسد. طيب سيد غزوان، المؤتمر طبعا لم يخض مصير رأس النظام بشار الأسد، وأيضا لم يناقش ولم يطرح مرحلة انتقالية في سوريا. المعارضة السورية الآن بعد مؤتمر سوتشي أو بعد تشكيل اللجنة، لجنة دستورية، ماذا تمتلك من أوراق؟ تمتلك الحقيقة المسار اللي تم اجتراحه في بيان جنيف واحد والقرارات الدولية اللاحقة، وأهم القرارين 2118 و 2254. هي أدوات الصراع اللي بتملكها بالإضافة للأدوات العسكرية على الأرض اللي على الأقل لن تسمح للنظام باستعادة المناطق والأراضي اللي فقدها خلال سنوات الصراع العسكري. الأهم نحن بالتأكيد لا نسعى لاستمرار هذا الصراع العسكري، ولكن يجب أن يدرك الروس والمجتمع الدولي أنه هناك حد أدنى يجب احترامه فيما يتعلق بحق السوريين في تغيير نظامهم السياسي والكف عن الوقوف إلى جانب نظام الأسد اللي ارتكب كل الجرائم، وحضرتكم أشرتوا قبل بشوي عن المؤيدات الجديدة لجهة اتهامه بجريمة الكيماوي. وبالتالي يعني هذا النظام إعادة تعويمه هو نوع من إعادة تعويم الصراع مرة أخرى بالأدوات العسكرية، وهذا ما لا يجب العمل عليه على المستوى الدولي بكل تأكيد. يعني إذا ما تشكلت لجنة دستورية، وأنت سيد غزوان يعني ربما تمثل المحامين السوريين الأحرار عبر التجمع، بعد تشكيل هذه اللجنة، واللجنة ستخرج طبعا بمقررات، تعتقد النظام السوري سيلتزم بها في المستقبل سيد غزوان؟
النظام السوري الحقيقة، يعني كيف يمكن خلق حالة انتقال سياسي في مؤتمر وضع له سقف مسبقا، أنه من لا يقبل أو من يطالب بتغيير النظام السوري أو بتغيير بشار الأسد فلا يأتي إلى سوتشي؟ يعني نعم وضع سقف أنه هذا خط أحمر ومن المحرمات. لذلك علينا أن ندرك أنه هذا النظام لن يصنع تحول ديمقراطي، نظام تأسس على الاستبداد وتأسس على انتهاك حقوق الإنسان وارتكب كل تلك الارتكابات من الجرائم ومن أفظع الجرائم في سوريا وهجر نصف المجتمع السوري. هل يمكن لهذا النظام أن يعيد الحياة السياسية والديمقراطية للبلد؟ أو يكون شريك على الأقل في صناعة المرحلة الديمقراطية في سوريا؟ يستحيل، سيد غزوان، وبالتالي يجب. سيد نعم. غزوان آسف للمقاطعة، ولكن لضيق الوقت بعجالة لو سمحتم، هل يمكن أن نطلق صفة الفشل على مؤتمر سوتشي في هذا الوقت؟ هل نحن مستعجلون إن أطلقنا صفة الفشل على هذا المؤتمر بعجالة لو سمحتم؟ الحقيقة يعني هو المؤتمر منذ ساعاته الأولى كان فاشل، يعني لن يحقق ولم يحقق أصلا أي نتيجة. وقلت لحضرتك يعني تشكيل لجنة دستورية أو الحديث عن تشكيل لجنة دستورية ليس أكثر من تجميل للفشل. اللجنة الدستورية أصلا كان يمكن تشكيلها في ضمن مسار جنيف. ما الموجب لعقد مؤتمر آخر تحت الهيمنة الروسية في سوتشي لحتى ننتج لجنة دستورية؟ من يعني اسطنبول. بكل تأكيد يمكن نعم وصف المؤتمر بالفشل نعم سيد الذريع. غزوان، من اسطنبول غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، شكرا جزيلا لكم.